هاي حاليا بالبصرة. اي نعم العزان ناشا حياكم الله البصرة يوم نور ابو مازن شرفتونا حياكم الله كلكم فرصة سعيدة ويا الناس طيبين شرفتنا والله ابو مازن شرفتنا احنا ان شاء الله نعاودها كل عام نبتدي معاهم كل الهلا بيك ناس اهل لذلك ونشكر اصحاب المطعم مطعم العزائم على هذه القيمة اللي قاموا بها الاخوان ويشكرهم ميتم تبريد ميتم تبريد وعادي حياكم الله حياكم الله اهلا وسهلا حياكم الله اهلا ضيوفنا الكرام هاي مدينتكم البصره ان شاء الله حياكم الله مطعم العزام كواز ايه اطلع قبل قبل كواز اطلع قبل قريب حي قريب الجامعه واستدير مره ثانيه وارجع حبيبي حبيبي والله اليوم الفرحه ما شاءت ابو مازن والله العظيم اليوم نورت البصره البصره منوره اليوم والله خبرت على ابو حسين بس ابو حسين ما صدق استاذ بس كلمه للمطعم العزائم مطعم العزائم اي يقول مطعم العزائم وهي على صفحه المطعم على صفحه المطعم ويا مشاهدين هو يبيها اي مشاهد اليوم احب اذكر المشاهدين محمد الحين دوي مال مواد جاي نتغدى بصراحه مطعم رائع مشى مع المواويب من الحجي احمد يقول مفيد مواد والله مطعم العزام حبيبي الزعبي يا إذا سمعني وقت من أي موسيقى لأبو مازن إغرامات وقت الجزء الثاني أقول لك هاي أغنية وأقول لك وين مسجلها وين مصورها حسنا كيف أستاذ إياس خير الحمد لله أستاذ إياس مساء النور الموسيقى مالك الأوائل العمالقة بها معنى بها معنى عمر بالبصرة حبيبي هسه هي أكثر الأغاني بها علقوا بها غزل بها غرام بها جرح هسه كل شو ما لا لحن لا موسيقى لا صوت اي عافية 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 على قولت ابو مازن اغاني راكضة هاي راكضة قمازية يا ابو الكيان الباشا ذاك بالبصرة تعال في مطعم العزائم مطعم العزائم عزائم نعم باقي اكثر من 5 دقائق غدا في الافيك ابو الكيان الباشا ايهاب جعفر مطعم العزام اذا كنت البصره تعال يلا باقي تمر ربع ساعه نزل على الصفحه على المحل هاك بس ها تعال ابو مازن هذا جاي بس عشان يلبسوا ياكسر هاك اروح هاك اروح حسن ولد ولد هذا من أبجد؟ من أبجد؟ أي والله يحفظك إن شاء الله البدر حبيبي بالبصرة وين منصور سميرة حيدر الله يطول بعمرك كذلك سلمي كريم حمادي حبيبي شكرا جزيلا ما يصير بس أنت شو تسوي؟ مقطع صغير
السلام عليكم. بعد شنو عندنا جوكم شباب وشخصات وشخصات عندنا في الموضوع الخارج اليوم زارنا ضيف عزيز علينا، وطبعا تحبونا من هو فنان كبير استاذ ياسر الخضر الله يسعدك. هذا من الشخصيات الخارج علي اتمنى لهم ان شاء الله التوفيق في عمله ما حسين ما صرت بالسال حسين فيا مطعم ارجع منك تعال تعال اي تعال تعال حبيبي تعال سال شنو ترجع على المحل مالي تعال ترجع على الشقة اي اصل علي من هو كبير المطعم اي اذا ظهرك ظهرك على الكلية ويفجر اي يصير عايز اكلمني غسل الدولية، غسل الدولية بسعيدة بتاعها شنو؟ سين؟ حبيب مطعم ضخم، مطعم من تجاعدك اللي منين؟ العزامي؟ مو كأنك بالبصرة انت بالموفقية؟ ليه سين؟ ايه؟ هل ستوين بالضبط وين ياهو يمك؟ يلا حبيب يلا تلقى لها سيادتنا لأن ترى بصفحة حبيب بصفحة يحكونه يا ها؟ هاي الصفحة جاي كتبوا لك عادي بشيان الله يحفظك منور ابو موسى احسن مباشر؟ مباشر اي شنو مكتوب فيها صفحة شنو؟ ياس خضر رئيسي صفحتي ياس خضر؟ اي هاي حشيان الله يطول بعمرك ماذا اقول لك تحياتي ابو موسى شكرا جزيلا لكم الله يحفظكم طول عمركم ان شاء الله تسلمون لي شكرا لذوقكم الرفيع يا اهلا مرحبا بكم ان شاء الله تستمر هاي اللقاءات على طول طالما احنا موجودين الحمد لله هاي طبعا البث مباشر يعني جاي اشوفكم مباشر فوق المشاهد فوق والله احنا الحمد لله فرحين وفرحانين بالاطلاع هنا بالبصره البصره طبعا ما تنكر الحكايات من نقول على انه طيبه وكرم اهل البصره فاحنا نشرف بيهم وهم اهل لذلك للكرم وللطيبه وللصداقه والاخوه فان شاء الله الله يعمرهم ويسل بيهم ويطيع مارهم ويطيع اليوم شرفنا استاذ ياس ونحطه على الراس هاي البصرة كلها فرحانة اليوم بي اي والله قليلة بحقها واحنا اليوم جاني طبعا للورشة ورشة خالد وميثم لتبريد السيارات بالبصرة وعمي ابو عادل هنا أنا موجود ورشة ابو عادل وجبنا المطعم العزائم بالمشراق الجديد مطعم العزائم العائلي كل هالناس فرحانة وكل هالناس فرحانة كل هالناس فرحانة كل هالناس فرحانة فنان كبير الناس كلها فرحانة يا ونحب على راسك أهلا وسهلا بك ربع ساعة تحب الخضرة دربي خضرة حلوة خالد ما يجي خالد يا شغل هاي السيارة سوي طيب اشترى السيارة وطلع يا جاي هذا أمريكا ما أعرف له حتى غالية قال لعادل شوف العادل ما قدر قال لابني ها كل 90 شهرك عادل اي والله قلت عادل وعادل بعد شلون تورط لي هو يستعجل شنو ما تقول جوع ما زاد هو بالخير صار كل سيارات قبل تقريبا 10 ايام بعت سياره لاند كروز 14 يدري بيها ميت ميت قال لي من حاط من حاط هذا هو وقوف شو يسوي هذا اللي بين البصرة تنزل غزلقة جامدتها وهي واقفة طقت حصل هذا اللبن لبن البصرة البصرة كل شيء فيها لبن حلاوة تمر حياكم الله شباب اليوم ابو مازن منور البصره اليوم كل احنا فرحانين بجيته اليوم فرشي بالبصره عندنا فرشي ما قبل ياكل اليوم البارحه قسمه ايش قال لا اليوم ما يد مندي اليوم ما يرد سمي مطعم العزام ما قصروا بس سمعوا خبر
يقول حسين صلوات الليل حسين ايه عبد العظيم جاب الجار خليك لك وين ولد هلا مرحبا يا مرحبا هلا وعد يا الله تفضل تفضل بعد ما يجي طلع الصبح 8 رجعنا بالعشرة ها بس اضطريت بالسوق اشتريت تمر قمي وهذا هسه راح تاني سوق ذاك الولد ما كنت طب حط مباشر واحد ياكل راح ارتب لك يلا ليش هذا بعد قاعد شحديرنا ما ندري دبر 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 كذا كذا ما تمشي مكان عادي ولا تعال هذا هناك هناك تقبل يلا يا متبايق وقاعد راح يواجهنا ما قد هنا نفس الشيء قاعد هنا يقعد يواجهنا نفس الشيء عادي عادي تعال تعال وابو مازن خلصوا هنا 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 حي الله ميثم ابو عادل شلون ميثم هذا لحد الان كاتب رقمك ميثم ابريجو ابريجو بعد والله زوارنا هالمره على شوربه لبلبي وعهودي مو بريج بريج طيب اكيد الذهب عهودي الورده ابو عادل والله طيبني وعادل وبيت وبيت امي والله اللي جاي انتظر هذا اليوم بس طيب بعد ما خلص لي واموري ساعه تجي الصوره ولا استاذ اي انت من محل يعني انت لا تخلي الناس كلها انا جاي اشوف ابو مازن المحل ما تروح يدري انت زين استاذنا تمر البصره هذا تمر البصره ابوي هاي عندنا باعوا روب ناشف وتمر هاي استاذنا ابو الو الله يسعدك اي ما عندي رصيد انت صار كثير وقت عندي لكن شو بدي اجيب انا يلا ما اقدر اجيب بدي اخلي خليك بصفحه اسمها صفحه يا بعد من اسمه صفحه يا اصفر بد مباشر بعد الحج خلينا نشوف بس اهم العافية الله يخليك ان شاء الله الو يلا يلا خليك خليك تبعد بيس وش يطلع عندي صفحة الفنان يا اصفر بد مباشر يلا هذا روبنا استنى هذيك عليها روبنا أبو طيبة أبو طيبة ما عم فارغ زي فارغ ما عم فارغ فارغ شو قلت لي دارك قلت لي شو قلت لي دارك موجود سعودي سعودي صح سعودي نعم هذا جيب باكر الكبار بس هم حاطين مكان صح يا بي زورونا ورشة خالد وميثم تبريد السيارات بصرة تقاطع مستشفى الجمهوري جوه الجسر خلي صوتك حج فتح أنواع الدشابيل
سيارات قطعة واحدة بوقت سريع وبسعر خيالي أنسب الأسعار. اليوم شرفنا الأستاذ مشان الشغل بعينه حبيبنا العهد وعمله بعادل مشان الشغل الحمد لله عشنا بصل حارة بس تبريدنا ثلج. ما كنت غير عندي أشرب لبن حبيبي هذا اللبن الزين شوفت حبيبي أحسنت رحم الله عليك. هذا اللبن عربي لا طيب الله دعمك ما هذا بالنص لازم يفرغ المكان شوي نوسع خلينا نكمل هاي الوضعيه هسه هاي ربنا ما رجي. يلا ابو علي جوزل عندنا سلام لا ناس تحب فنان كبير معروف مو من الفنانين اجوا لا فنان قديم اغاني العالم كلها تحب اغانيه هذا اول واحد هذا الشخص يعشق الفنان يا اسكندر عشق كبير يعني اذا يريد يسولف يراد البث اقل شيء بعد 10 ساعات 15 ساعه والله ما تكفي ما تكفي ما تكفي ما تكفي شسر علي من يسولف على تايبين على اعزاز علي من يسولف صحينا من الهواء تونا صحينا هاي الاغاني ما حسامع هذا الجيل ما حسامع اكو اغنيه لاعبنا هوا الحلوين اكو اغنيه وسنا وعاودنا الشور على شط الفرات ابو عادل يقولون اكو اغنيه هذني حافظون على قلبي هالشكل شلون حافظ اسمي اكو اغنيه يقولون هي مو الفنان ياسر بس يعني هو غناها هسه بيني وبينك فرق كبير لا بالعكس اقول لهم إيه؟ هو ورد الجزائر ورد البغدادي ورد البغدادي هي غنتها ويا ابو مازن هو والكلام ينطبق عليهم اثنينهم والله كله ريف يا ماطق يلا وديك يا معمد يا ماطق يقول يا معمد ما طق لكم حسين ياخذوا مرضى خلص منها الحفله خلصت ابو عادل فرغنا المكان بالنص ومنا ومنا انا نحيا في زلمه صواني تعال علي شيل هذا خلي بالك شو تقول هذا والله هذا عشيره هذا القصر ما يصير ويا التمر لا هو ما يصير شيل السوق ها نعم راح اوزعها معك عبي هاك كل هذا ابو علي بلا زعمه هذا؟ اه صح هاك عينان بس هاك قاسم ما تنطلق بصوا لها احمد بصوا التايم سكوير هذا الكاغات صديقنا هم العين واو 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 هذا من دي العزاء من دي العزاء من هذا هذا واحد ما شيل ودينا 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 شيل هاي شيل هاي شيل هاي هاي تبسي خليك ابو مازن هذا خليه ابو مازن خلينا البامي يا عمي
هاي الباب يا ابو مازن، هاي التقريب هذا تمشي قول قول خلي باني هذا ما ليش ها خو ها شرجي وضع وعدوني عمي هاي شرجي التشريبة فارغة وعاد تجيدك عشدين هاي صلصه هاي 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 اي وجايب لك اي جاي معين جاي شاري معين كلنا معين فارغ اي معين فارغ فارغ كابتن بس من موجود هذه النايم يم يم هاي معين انا جايب لك نايم حسن مطعم العزائم استاذ ياس اليوم عاجبه مندي ما يريد سمك لا ما يريد سمك لا سمك ما يريد واحد اللي بيكم سمك لا 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 أبو عادل واحد يمد أمر 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 ها شو تكمل سوري بس تحن لا تمنا أبو عادل أمر أمر هاي بامي هاي بامي يا اللي بعد بامي هاي قيمه هاي قيمه استاذ بطل القيمه مال عزام